أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف الحادي عشر. هذا هو الأسبوع 13. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. ستقوم حصصنا على البحث، مهارات البحث والتوثيق. بداية دعونا نتذكر ما هي خطوات البحث ومهارات البحث، ومن ثم سندخل إلى الدرس الذي سنقوم بالبحث به. كما يظهر أمامكم مهارات البحث والتوثيق، فهي هذه المهارات التي ستكون هي أساس عملنا هذا الأسبوع. مهارات البحث عزيزي الطالب هي القدرة التي يحملها الشخص لإنشاء مفاهيم جديدة وفهم استخدام جمع البيانات. تشمل هذه المهارة تقنيات والتوثيق وتفسير البيانات التي تم جمعها ومن ثم وضع الفرضيات. هذه المهارات ضرورية لتطوير معرفتنا وأيضا تعزيز هذه المعرفة. عند القيام بمشروع بحثي يجب عليك أن تمتلك مهارات مهمة لضمان نجاح هذا البحث ولضمان دقته. من أولاً مهارة إدارة الوقت. إدارة الوقت هي مهارة بحثية أساسية تساعدك على تقسيم عملك إلى أجزاء يمكنك إدارتها بسهولة، وبالطبع يجب أن تضع خطة موجهة نحو بحثك وتعيين الوقت لكل مهمة من المهمات الجزئية. مهارات الاتصال، عليك أن تفهم المعلومات وتتلقاها بشكل صحيح، وتسمح الفرصة للمشاركة مع الآخرين بطريقة فعالة وبطريقة مفيدة. الاستماع والتحدث الفعال هي مهارات حاسمة للتواصل القوي. حل المشكلات وتقسيمها إلى أجزاء صغيرة. بمجرد فصلها إلى أجزاء يمكنك البدء بالتفكير في كل عنصر وتحليله. جمع المعلومات والاهتمام بالتفاصيل. المعلومات ذات الصلة هي مفتاح تصميم البحث الجيد. سيساعدك البحث على أن تصل إلى موارد موثوقة. تجمع المعلومات من هناك على تعزيز اقتراح البحث الخاص بك، ويدفعك إلى الحلول بشكل أسرع بمجرد أنك توصلت إلى المعلومات، ومن الضروري إلى اهتمام بذلك. الآن عزيزي الطالب، وبعد أن استعرضنا مهارات البحث والتوثيق، سننتقل إلى الموضوع الذي سنبحث به، وهو الأمثال في القرآن الكريم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا؟ النتاجات المتوقعة. أن توضح مفهوم المثل القرآني، تبين أهداف ضرب الأمثال في القرآن الكريم، أن تستشعر عظمة القرآن الكريم. وسندخل في محورين. المحور الأول مفهوم المثل القرآني. سنتعرف إلى مفهوم المثل القرآني، وننتقل إلى غايات ضرب الأمثال في القرآن الكريم. تقريب الصورة إلى ذهن المخاطب. الترغيب. التنفير. المدح. الذم. يعني سنرى بعض الأمثال في القرآن الكريم التي يراد منها الاقتداء والمدح، وبعض الأمثال التي نريد أن نأخذ منها العبرة والعظة. بعضها سيكون الرغبة، الترغيب في القرآن، في الإيمان والتقرب منه. البعض الآخر سيكون للتنفير وتقريب الصورة إلى ذهن المتلقي. هذا هو عرض سريع لما سنقوم بدراسته خلال هذا الأسبوع، الأسبوع 13. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.